أصغر كده بيت. خلينا نطلع على هذا البولينوميال. اثنين البولينوميال الثاني اللي هو S to the 4 زائد 2 S cube زائد 2 S تربيع زائد 4 S زائد 5 تساوي 0. هل المعاملات بوزيتيف؟ بوزيتيف. هل هذا كافي لكون السيستم انستيبل؟ نقول necessary but insufficient، ضروري لكن غير كافي، يكون كلهم بوزيتيف. طيب هذا البولينوميال وين يكون في الترانسفير فانكشن؟ في المقام، في المقام. بس انا عشان اسهل الحاله صرت احط هون مباشره اقول ايش الفاليو تبعت اس اللي بتخليه زيرو، عشان شو بتخلي عمال الفانكشن كلها ترانسفير فانكشن كلها في عمال صار زيرو. اذا راح نعمل التالي، راح ناخذ اس تو ذا 4 راح يطلع عندي ان بلس 1. ان بلس 1 قديش هون عددهم؟ 4 زائد 1 5. راح اكتب اس كيوب بعدين اس سكوير بعدين اس بعدين اس تو ذا 0. هلا راح اخذ 1 هي اول كولوم هون عندي، بعدين عندي 2 بعدين عندنا 2 4 5 وراح اكمل هون 0 لانه قد ان بلس 1 في الحاله هذه قد. كم هو المفروض يطلع معي؟ 4 4 4 5 ضروري بس هو بعطيني 4 5 ضروري. نعم دكتور كيف طلعنا الارقام بس؟ كيف اخذنا الارقام؟ اخذنا الواحد اللي هون حطيناه هون، اوكي الاثنين حطيناه هون، الاثنين حطيناه هون، والاربعه حطيناه هون، والخمسه حطيناه هون، وكملنا زيرو لانه اوت ان بلس 1 ان ايفن بس ان بلس 1 اوت بالحاله. كيف بطلع الان بي 1؟ اوكي 2 في 2 ناقص 4 2 في 2 4 ناقص 4 زيرو بقص الآخر. إحنا نسينا شغلة، أنا نسيت شغلة، كان لازم أقسم على بي 1 في المعادلة. المعادلة بتقول إنه بي 1 بتساوي A2 A3 minus A4 A1 على A2. هاي نسيت المعادلة اللي ما كتبنا، المعادلة ما كتبنا كاملة. في عندي أشياء غلط أنا كاتبها. هذه ثلاثة مش هذه عندي ثلاثة. إذا صار عندي 2 في 3 6 6 ناقص 4 2 على 2 1. بعدين اللي بعد 4 في 5 20 ناقص 0 20 على 4 5. هلا اللي بعد 1 في 4 4 ناقص 10 ناقص 6 على 1 ناقص 6. اللي بعدها اللي بعدها راح تكون 0 مش هيك؟ عندي 5 في 0 ناقص 0 هاي تعطيني 0 هون انتهى. وبعدين اخر شيء عندي ناقص 6 في 5 ناقص 30 ناقص 30 ناقص 0 على ناقص 6 5. كم عدد الساين تشينجز اللي صارت عندي؟ 2 عدد التشينجز. هلا هون في تشينج؟ لا هون في تشينج؟ لا هون في تشينج هون في تشينج. عندي 2 بولز في الليفت هاند سايد. عندي 2 ساين تشينجز. اذا 2 ساين تشينجز اذا 2 بولز ان رايت هاند سايد اوف اس تشينج. اذا السيستم ستيبل؟ لا. طب في عندي 2 بولز في الليفت هاند سايد. وفي كمان 2 بال بالرايت هاند سايد. طيب ما ساعدوني التو بولز اللي بالليفت هاند سايد؟ لما هو الرايت هو ممكن هم الدومينانت اللي بالرايت. لو واحد لو عندي بول واحد في الرايت هاند سايد ما بكفيني 50 بول في الليفت هاند سايد، السيستم انستيبل. واضح؟ ماشي؟ لانه بكفي عماله بكبر فيش عماله بيكبر باستمرار بيكبر بوصل قيمة كبيرة. إذا في عندي هون في النهاية بعرفش وينهم، ما بقول لي هو وينهم. بس بقول إنه في 2 بولز في الرايت هاند سايد، إذا قديش صف عندي في الليفت هاند سايد؟ 2 في اثنين هون واثنين هون. 2 بولز في الليفت هاند سايد، وطلع عندي السيستم انستيبل رغم انه ايش المعاملات كلهم؟ اي زيرو كلهم بوزيتيف، اذا هو نيسيسري بس انسفيشنت مش كافي، ضروري لكنه غير كافي الشرط. شرط انه يكونوا كلهم بوزيتيف ضروري بس مش كافي. عارفين كيف الشرط يعني شرطين يكونوا ضروريين بس مش كافيين؟ يعني انا باجي بقول لك حتى مثلا في الجامعه لازم يكون معك مثلا التوفل 520 هذا نيسيسري بس مش انسفيشنت لحاله. وبدك معدلك التوفيق يكون مثلا كم؟ ماشي واضح؟ إذا كل واحد من هذول الشروط لحاله هو necessary بس insufficient لحاله، في شروط ثانية بدها تيجي. إذا
إذا هذا هو necessary but insufficient. دكتور ليش necessary but يعني ليش دول بس مش كافي؟ يعني إنه إذا أنت جيت قلت لي هدول ما هم كلهم positive بقول لك هذا هو لازم يكون يعني أي واحد ما حد يكون stable. أي واحد هدول لو كان negative مباشرة السيستم غير كافي. بحيث ما معينا بس هذا لازم يكون positive على الأقل بعد كذا سنة أو خمسة إنه هو stable. ما تحاول ناخذ كمان مثال. هلا رح ناخذ مثال مختلف شوي. المثال هذا مفيد اكثر من هذا المثال. المثال هو بقول لو انا السيستم اللي انا شفت الاوبن لوب ترانسفير فانكشن تبعه يعني هي عندي سيستم هون عندي انا الاوبن لوب ترانسفير فانكشن وهذا السيستم بحالته العاديه هلا استيبل يعني هذا السيستم مثلاً له أربعة كولز هل هذا السيستم ستيبل؟ يس يكون كولز تبعه كلها ريل موجودة في الليفت هاند سايد وكلها بالليفت هاند سايد وفي الستيبل هذا الشيء موجود هلأ لاحظوا هذا السيستم إذا ركبت عليه الآن كلوز لوب فيدباك بيكتب كي مش كنا نعمل هاي كي هون هذا بروبورشنال كنترولر بس خذت يونيتي فيدباك وهي اللي هو مثلا اكس او اس وهي واي او اس لو هذا السيستم بدل اغير كي هون هل ممكن يصير انستيبل؟ ممكن لاحظوا فيدباك له فائده وله ضرر احد فوائد الفيدباك ممكن ايش يعمل السيستم؟ ستيبل لكن نفسه كمان هذا الفيدباك ممكن في لحظه معينه زياده بقيمه معينه لكي يعمل السيستم؟ انستيبل نعم ترى مش كيف كونسيبت لا لا انا بدي ابدا اغيرها وبسال عمالي بقول انا ليش ما اقدر اغيرها انا حابب ازيد كي ليش ما اقدر الكونسنت قيمه كونسنت نعم بس انا ضربت هيك يعني ضربت المعادله الكونسنت ما كويس شوف السؤال شوف انا عندي هذا بولينوميال مضبوط مش ضربت انا هذا البولينوميال انا هذا راح اضربه يعني نفرض عندي هذا البولينوميال اللي هو كان مثلا خليني افترض انه عندي مثلا S cube زائد 2S زائد 2S square زائد 3S زائد 5 نفترض هاي هي transfer function يجي شو عملت؟ حطيته في close loop ايش transfer function الجديد راح تصير؟ ال K مضروبة راح تصير K مضروبة هو مضبوط على 1 زائد K مش نفس الشيء مضبوط في transfer function الجديدة شو نتج عنها هاي؟ شو غيرت في البولينوميال؟ شو راح يصير في البولينوميال الجديد في السيستم؟ سؤال كويس على فكره ممتاز نسال السؤال هذا نقول كي انا ضربت الكونستنت بدي اغير الكورس تبعه بشكل تكراري شو دخلت الكورس انا بقول انا في كي الكونستنت كلها ضربتها في كي لو ضربتها وفي شيء فيدباك مضبوط كلام ايوه بس لما بضربها في فيدباك شو راح يصير بولينوميال جديد طلع لي راح يصير اسهل احطه بالمصر المقام في هاي مضبوط راح فوق يصير عندي كي بس تحت شو راح يصير عندي شيء جديد زائد كي يصير عندي زائد كي راح يصير عندي اس 3 زائد 2s سكوير زائد 3s زائد 5 زائد k لاحظ هذا بطل 5 صار 5 زائد k طب شو يعني؟ رح يتغير البوز انت لما تحلل البولينوميال اذا تغير رقم من الارقام لو كل الارقام اللي في البولينوميال تغير مع بعض بنفس القيمه ما بتغير البوز بس انا هون ما غيرتهم كلهم بنفس القيمه شو تغير عندي بالنهايه؟ تغير ال 5 بلس هي رح يصير عندك بول جديد ولذلك رح تلاحظ هذا السيستم اللي له مثلا اربع بولز من هون لما نيجي على إيش اسمه روت لوكس مثلا راح تلاقي هذول بولز بتحرك وتتذكروا كيف البول تبع سينجل وان سيستم كيف تحرك فيرست اوردر سيستم كيف تحرك معي فيرست اوردر سيستم كان هون راح مش هيك هل هذا ممكن يصير انستابل لا مستحيل مش هيك بالعكس اذا كان هذا انستابل راح يصير انستابل مضبوط وبامكانك تحسب على فكره قيمه كي بتعمله ستيبل طيب لو كان عندي اثنين حتى لو كان واحد منهم انستابل او اثنين انستابل واحد منهم انستابل ايش راح يصير عندي؟ يتحرك باتجاه بعض هون هل عمره ممكن يصير انستابل؟ لا راح يضل هيك ماشي راح يصير اندر دام بس ما راح يصير انستابل واندر دام ما له علاقه بالانستابل طيب لو كان عندي ثلاثه شو راح يصير؟ هلا هي ما درستوها ما بتعرف بس راح نطلع عليها بعدين راح يصير عندي هذا راح يروح باتجاه الماينس انفينيتي بس الاثنين هذول شوفوا شو راح يعمل اذا شو راح يصير عندي في القيمه؟ هي انستيبل راح يصير ممكن يصير انستيبل قيمه معينه لكي راح يصير هذول الاثنين البولز اقتربوا كثير من الجي اوميجا اكسس
بعدها رح يقطعوا. في قيمة معينة لكي رح تخلهم يقطعوا. مين بيضل يقول لها إيش قيمة كي هاي تخلي السيستم أنستيل؟ إيش التول اللي ممكن استعملها حتى أعرف قيمة السيستم أنستيل؟ هاي راوث. مش هاي إحنا مش أنت سألتني هاي البولينومي الجديد؟ مش هل أنا بقدر أجي أحط هذا البولينومي أطبق عليه الراوث؟ بس إيش بدي أشوف؟ بدي أشوف قيم كي اللي بتخلي السيستم يضل ستيل. يعني ما يكونش في عندي نيجاتيف فاليو، ما يكونش عندي ساين تشينج. ماشي واضح هاي؟